الحب ابو شايع الطيب عن ذكره والله. قحطان قوم على العزم التام قحطان لا ثور الدخان الحب مرحبا رهيب المطر مرحبا مرحبا بقدوم خلي لا مرحبا بك جيت كيف؟ لا مرحبا بك جيت كيف؟ استريح مرحبا بك جيت استريح مرحبا بك ايش؟ جيت فيك وانا كنت افكر كيف؟ مرحبا بك جيت وانا كنت جالس فيك افكر ستوب شفت قبل تدخل مع الباب هذا اقول باخذ شاحن من ابوه متجر ابو شايع شو اسمه شو اسمه هو؟ فنون الجوال فنون الجوال دبليو ايش؟ دبليو دبليو 07 شو ذا لايك والله لو قبلت لي مسكت لي خط يا ابو شايع اللي دوري اللي خارجني من هاشونج جي مسكت لي خط ردمي زفلت ردمي مان بعماد وانا الحالي مسكت الخط اوريك يا بضبط طيب والله لا ترد علي الدين يا بضبط هذا بضبط واحد عندنا بالشمال الله يذكره بالخير والله لا ترد الدين يا بضبط واحد اسمه ابو عيسى بعد دعيت له ابو عيسى معروف الله ونعم ونعم تعرف من ابو عيسى تعرف ابو عيسى دعيت له بالزواج الله يرزقه اول ما يتزوج من هذا المنبر الله يرزقه باثنين توأم سيده باذن الله واحد يسميه احمد وواحد يسميه ابابا الثاني الله واذا جاب ولد ثالث يسميه شريف واذا جاب ولد رابع انا عشان ما يزعلون من اليوم كل ما جبت شيء عديته ثم عديت اللي وراه كله ويجي ولا وعلمك ويجيب ولد بعد ثاني ويسمي من هو دحدوح يسمي لا مو دحدوح لا لا يجيب ولد ثاني يسميه ابو مشاري ما هو ابو مشاري شو اسمه مشاري مشاري ابو معتز ويجيب ولد رابع وشريف الله يذكره بالخير شريف حبيب بقى. مبدع ويسمي ابو الليل ويسميه كل شيء مبدع انا خليت ابو عيسى مكينه ما مبدع خاصه ابو الليل مبدع ابو الليل مبدع ابو الليل يا الله العظيم الله يعني صراحه ويسميهم بعد يسمي ناصر ناصر الغامد عشان ما يزعل علينا مساءات يعطينا الجوالات عبد الرحمن كليب عشان يطلعونا ان شاء الله اوه ومن ينسى من ينسى فهد معيان وفقره كاش انا لو اجيب ولد اسميه كاش فقره كاش عشان اجمعهم كامله عشان ما يزعل امك صح ولا عشان يعطونا التمييز ان شاء الله الجمعه هذه باذن الله ايش غير يا ابو شايع؟ من توقع لي في الديلبه خلاص الله خارجنا منك انت ودان بفكني من ابو توقعات توقعات توقعات؟ والله اني ما ادري التوقعات يمكن يمدحدر انا معه ما ادري انا شوف اذا فضيت عن الشيء يجيني ابو اقصد واذا رحت له ما يجيك يجيني بعد والله يا ابو شايع اني ما ادري لكن الله يوفقك ابو شايع ويزوجك يا رب بعد هالبرنامج تدق علي تقول ابو عوض دعوه وش تدعيني على العرس باذن الله تتصل شوف اتصال ترسل لي بالواتساب اني ما اجي باذن الله ابو عوض تعال نالع هنا انت فين؟ هنا نجيب قال باذن الله وتجيب ولد صغير زي كذا يشبهني باذن الواحد الاحد عبد الرحمن شوف انا فيني حاجه يا ابو شاي انا اذا ما نمت اري فصلت قبل شوي ما تشوفني بفقره نعسان تعبان ما نمت ترى لساتي جيت بنام هنا من سكن انا وابو عماد الله شولفتوا ودانا روسيا ما ادري ايش جابنا وانتوا هنا جالسين كنا عند هالكعكه والله انا كنا نوصف بهالكعكه ايش وانتوا جالسين اجلكم تمشون ايش بتسوون؟ وانت عد حدود يا لوك يا ابو شايع انت ايش مشغل باك؟ ليكم مشغل باك الدائم لا ها وش علمني من مشغل بالي طال عمرك لا يضيق باك واخوك موجود شوف انت كفو كفو عليك الطيب لكن شوف البال ما يضيق اي لا صار الرجال كفو يصلي ومع ريق يعني شرواك شرواك الطيب والله ابو شايع هو اموره طيبه وصحته طيبه انا احب اللي يمدحني حل شوف اموره طيبه الله يوفقه اسلم اموره طيبه اي صحته طيبه ما في داعي للضيق تدري شو الضيق؟ ايه لو انك تعبان لقاطك دقيقة ابو باظة متى ابو روح روح الاسبوع تجبد ايوه اسلم ليتني ساكت لو انك تعبان ايه وعلى فراشك لو انك في مازق ما تظهر منه لو انك مسجون لو انك صح محروم من اهلكم محروم 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 من اشياء كثير اقصاد حنا اللهم لك الحمد هي نعمة يا رب لك الحمد الحمد لله هذا البرنامج نعم علينا اكلين شاربين شرعين لاعبين مصلين رايحين قايمين راقدين امورنا طيبه يلا الله لك الحمد صح ولا لا؟ صح وش عاد تبي؟ وهلك يشوفونك في التلفزيون عزاك صادق
طب سو كذا وانا بقول لك على حاجه. بعض الاحيان واحد لمك الله يخليه لك حبتي. شوف بعض الاحيان بعض يقول انا اهلي اهلي، بعض الاحيان ممكن قدام مجبودك خلاص خذ لك فتره علشان ربك ترجع ايش تقول لك اهلي خلاص. مثل اللي جالس الناس يبل لهم كل شوي ليه ما سويت استراحات وما ادري وين واطبخ وما اسكن هلا كارف انك دوره كرف ها. واذا راح هذا تقابل هلا يقول لا تروح تكمل تروح يقول يا رب روح تكمل ها شفت بعضهم يا ابو عوض كذا يا اخي انت اصبر. احسك من النوع اللي اهلك ما يبغوك تطلع مع الباب لان يعرف رجال كفو ولا يضيق اليوم والله ما فيكم قصور كلكم لكن ايش انت لك هدف لقيت توصل هدفك لازم تجلس فعلا صح بعد العزم. انا بطامر على جدران وطامر على الشنكوات اقعد مع المسلمين اقعد مع المسلمين واحكم مع المسلمين ولا ادبوا صح؟ صح؟ ليش قالوا ميدنا اقعدوا؟ ليش؟ سؤال وشو؟ ليش قالوا ميدنا اقعدوا؟ يعني اجلسوا هنا ليش؟ ليش؟ عشان الخيمه ما تطيح عشان الخيمه ما تطيح الخيمه ما تطيح عشان القارب ما يغرق وعشان الامور كذا عشان ايه عشان نبحر بها القارب الا الله يخرجنا منها على خير. وش اسم مركب؟ واحد ما بين حلا وما بين فطحا وما بين احمد ذكرني طيب وما بين احمد عوض وما بين يا اخي يا اخي ابو عثمان ابو عماد يعني ترى احنا في نعمه يلا لك الحمد فعلا والله الحمد لله. تدري متى الواحد يحس بالنعمه؟ متى؟ اذا فقدها. اه والله احس منه ابو شاح صح؟ اكيد اذا فقدت لك واحد قالت والله ليتني والله جالس مع ابو عوض دايم من اول ولا ابو شاح ليتني جالس معه زال صعب صح ولا لا؟ والله انك صعب. الناس ترى الحين الناس ما عاد يدرون ايش السالفه بالعيد صح؟ لا حد يدري والله شوف ابو شاي شوف الوقت الحين الحاله اللي احنا فيه ما تدري صدق صدق ما تدري عن شيء مثلا ابو شاي ها؟ عندي سني يوجعني بس ما اشوف شر ايش بعد وجهك سلم بعد وجهك مثلا ابو شاي العين عندك ابو شاي يشرب مويه شوف الدنيا كيف غريبه الدنيا بلا امانه ابو شاي شوف انت الان تشرب مويه ها افرض انها وقفت هنا ومت لما قمت هنا شفت مثلا يعني شفت الله ما تدري طيب كل شيء افرض مثلا ان كان الان تشرب مويه فجاه تحول عصير شفت الدنيا كيف هذا حتى نيوتن ما يخسر على الطريق هذه السمالي قبل شوي جلس لي ورنز احس انه مخ رجع يكتب قصيده راس مصدع فهمتني قلت ورنز سؤال احس سؤال جدي يا رب تكفوا لا تشتروا علي يا رب من ما نمت ابو حياء ابو شايع الجديه مطلوبه مطلوبه بكل وقت والله لا احيانا اذا الله رزقك صديق فيه هباء ما هم هبول فيه هباء ما هي حياه ما هي نعمه هذه بالله يا ابو شايع او والله اذا رزقك بصديق رسمي 24 ساعه معك بذمتك ما تنفس صح انا ضيق خلقي شوف لازم انك تكون ما بين لي وما بين دي. لا واللي خلق هذيك كل شيء له وقته عرفت كل شيء له وقت عرفت حلوة انجز مع اخوانك اخوياك في ضحك ومجوع وعلوم جوع عند الضيوف انجز عند جناب وناس حتى الجناب حتى الجناب لا تصير رسمي مره مره صح لا تصير رسمي يكرهونك الناس حتى اي خليك دائما حتى في معنى الحديث خير الامور وسطها فعلا الوسطيه في كل الامور ترى زينه فعلا والله العظيم منها حتى تنقبل في عيون الناس ثم تجي السلام عليكم وطاق القلابه وطاق خنق نفسه كل حول كلمتين رد غطاء بس خلاص ما فيه سوالف ما في صار عليك مثلا موقف ما في نصيحه تقدمها ما في مثلا علم غانم تقدمه ما في مثلا لو شافت طيب ايش تبي منها الناس صح انك ما انت باللي واصل مواصيل ما حد وصلها لا صح بس يعني تكلم فكها فكها باختصار كلامك فكها طيب انت الحين عزمتني عند عيال عمك او عند اخوانك جيت انا وصرنا رسميين احنا وعيال عمي كله وش يصير فيك انت بذمتك انا اقسم لا تنفس انا مش بقول لكم لا لا قلت والله انا ذاك اليوم ضحكت انا شي ضحكت انا لحالي وانتم وضحكت ها مزمط وش ما تشتر على نفسك بقوم انا اقول بعاني في وجهي طب افرضها العكس نحن مسويين كذا وبشايع بجملة يضحك ما يضحك او ايش رايك احنا مزمطين كذا فوانا كذا وش يصير فيك سواء انت سواء ما تضحك سواء انت وسواء انا عرفت كلها ما هي بزين يا انكم انتم تسكتون تصيرون مثلي يا اني انا بسكت اصير مثلكم يعني معاني بضحك مش اسوي نفسي الرسمي خلاص وتنفس بالرسميه الضيقه خلاص يمكن حتى كل شيء تلقى نتثاوب يا اخي اسمر معنا رايح رايق اسمر معك اسمر معك انت اسمر معك انت والقلاب اللي دقين انت تنفس اسمر يا اخي ارجع انا رجال يمكن حتى قش على جوال وانت هذا موقف صار لي ضحكت مع شخص ضيف شوف يا ابو شايع بعيد عن الضحك وزي كذا العلوم علوم الرجال ما تنقص اي رجال خذها مني
بس انا فيني حاجه ما هو بعضهم يقولها ويفعلها للامانه. انا اقولها شوي لكن انا اكثر من قولي فعلي، ما هو تزكيتا لنفسي. جز جانا طيف مره والله ما نسيت عند شخص. انت ناقصك متجرك، ناقصك شيء فيه؟ وش ناقصك متجرك اغراض؟ لا في اغراض بس يجيبون معي. وش عن رجال يجيبوا بقطيان؟ بقطيان موجود. ما عليك وصلت الخبر. قم جيب وصلت الخبر، جيب وصلت الخبر. قم في جوة. عندي كل البخاخات تكفى. قم خلنا حتى ناقصنا اغراض. قم تكفى. قم انت ما تدري لو قمت انا تصير فيها امور. راح قم وتعال يا استنى. يلا خلنا بس عشان اجيب غلط. يلا ابشر. ما معي فلوس الجوال، ما معي شيء. ما عليك راح خذ اغراض يا قلب اخوك، راح خذ. ما عليك انا بطيان وانكر الشيء هذا يا بضبط.